السلام عليكم، انا كده ان شاء الله عن المايكرو نيوترانت ديستربنس. المايكرو نيوترانت يعني حاجات بنحتاجها بمقدار ضئيل جدا، تتعدى لا تتعدى المايكرو جرام او الملي جرام، ولكن هي مهمه جدا للميتابوليزم، مهمه جدا للتفاعلات الكيميائيه اللي بتحصل داخل جسمنا، مهمه جدا لبعض الفانكشن، ممكن تشتغل ككو انزيم، ممكن تشتغل ايه تساعد بعض الانزيمز يعني. تمام، طيب المايكرو نيوترانت عباره عن ايه؟ عباره عن فيتامين، عباره عن مينرال، تمام، عباره عن شويه مواد انا باكلها في الاكل. تمام، طيب المايكرو نيوترانت في ريكويرمنت معينه، يعني مثلا الحاجه دي لازم مثلا اخد كل يوم منها 1 مللي جرام او 1 مايكرو جرام، ما ينفعش اقل من كده ولا اكتر من كده. لو اقل من كده ممكن يعمل ديفيشنسي، لو اكتر من كده ممكن يعمل توكسيسيتي. ماشي ماشي. هما مين المايكرو نيوترونت؟ اول حاجه الفيتامين، فيتامين بنقسمها للفات صلب فيتامين بيدوك في الدهون، والووتر صلب فيتامين بيدوك في الميه. تمام، الفات صلب فيتامين نختار كلمه اكيد اكيد الاي كي اي دي، تمام، والووتر صلب فيتامين البي والسي، تمام، وشويه بقى مينرال المغنيسيوم الكالسيوم هناخدها بعد كده، المنجنيز الحاجات دي. ماشي، اول حاجه فيتامين ايه، فيتامين ايه انا عايز اعرف كل واحد فيهم، كل واحد سواء مينرال او فيتامين عايز اعرف الفانكشن بتاعته، عايز اعرف السورس باكله منين بالظبط، المصادر بتاعته، عايز اعرف الريكويرمنت. عفوا الحاجات دي بس لمجرد الام سي كيو مش اكتر. تمام، فيتامين ايه، فيتامين ايه فايدته ايه؟ الابيثيليوم، الابيثيليوم والفيجن مهم للرودوبسن سايكل، الرودوبسن سايكل في الفيجن مهم في الابيثيليوم، تمام، نضاره اللي نضاره الجلد. فيتامين دي مهم للكالسيوم والفوسفيت، تمام، نحشر افريكت. ماشي، فيتامين اي مهم هو كانتي اوكسيدنت، بيمنع الليبيد بريدكسكيشن، فلما يقل بيعمل ايه؟ بيعمل انيميا، بيعمل اتاكسيا، ممكن يعمل ستيريليتي في الميلز. ماشي، فيتامين كي، فيتامين كي مهم للكوجيشن فاكتور 1972، 1972 بتصنع من الليبر، ومهم للبروتين سي واس. في عندنا كواجولانت وانتي كواجولانت، الكواجولانت الحاجات اللي بتعمل دي ثرومبوزس، والانتي كواجولانت اللي بتمنع الثرومبوزس. الكواجولانت اللي هم مين؟ الكواجولانت فاكتور المعتمد على فيتامين كي اللي هو اسمه ايه؟ ال 10 و9 و7 و2، وعندنا انتي كواجولانت بروتين سي واس، وكل دول بيصنعوا من الليبر، ولكن الليبر لازم يكون معاه فيتامين كي عشان يصنع الحاجه دي. تمام، عايز اعرف السورس بتاعته، فيتامين اي موجود في الكبده، اللبن، الايج، تمام، قول اي حاجه. الفيتامين دي موجود في اللبن والجبنه، فيتامين اي موجود في ايه؟ في الخضار بصفه عامه، فيتامين كي موجود في ايه؟ برضه في الجبنه والخضار. ماشي، طيب عايز اعرف الدي ريكومنت، الام سي كيو مش اكتر، دي 400 مايكرو جرام، دي 10 مايكرو جرام، دي 10 مللي جرام، اللي فيتامين كي حوالي كام؟ حوالي 100 مايكرو جرام. تمام، بس في حاجه الفيتامين كي اللي بيصنعها حاجه اسمها البكتيريا الفلورا، البكتيريا فلورا، وفيتامين كي الطفل اللي بياخدها من امه في اخر 3 شهور من الحمل في اللانس بريمستر، فبالتالي لو اتولد بريتر ممكن يبقى رايبل ان يحصل له فيتامين كي ديفيشنسي وبليدنج تندنسي. ماشي، الووتر سلوب فيتامين، هم مين الووتر سلوب فيتامين؟ الفيتامين بي 1 وبي 2 وبي 6 وبي 12. تمام، فيتامين بي 1 فايدته ايه؟ كو انزيم للكيتو اسيد ديكربوكسيديشن، فيتامين بي 2 كو انزيم، هم كلهم كو انزيم، دول الفيتامين بي 1 للكيتو اسيد، فيتامين بي 2 للفلافو بروتين، فيتامين بي 6 فيتامين بي 6 للامينو اسيد والفاتي اسيد ميتابوليزم، فيتامين بي 12 عشان دي ان اي سنس، في فيديو كامل على فيتامين بي 12 موجود على القناه. ماشي، طيب المصادر بتاعتهم البي 1 من الكبده واللحمه، تمام، بي 2 برضو الكبده البيض الحاجات دي، تمام، الكبد الجبنه الحاجات دي، برضو بي 6 نفس الحكايه، بي 12 ممكن نزود ايه برضو نفس السمك. تمام، طيب البي بي 1 بي 1 الريكويرمنت الانفنت الطفل الانفنت والشايلد والادولسنت، الانفنت بياخد 5 5 مللي جرام، التشايلد 12، الادولسنت ده كام؟ 1 12، الادولسنت 1.4 من 10. طيب البي 2 البي 2 الانفنت بياخد كام؟ 6 من 10، التشايلد 1.4 من 10، الادولسنت 1.7 من 10. ماشي، قال لك البي 6 الانفنت بياخد كام؟ حوالي 6 من 10 مللي جرام، التشايلد 1.6، الادولسنت 2، البي 2 الانفنت بياخد 1.5، والتشايلد 3، والادولسنت 3 مايكرو جرام. ماشي ماشي، بالنسبه لي باقي الفيتامين والتصرفين عندنا النايسين كلهم كو انزيم، النايسين النايسين عشان الناد والناد بي اتش بتاع الكريبس سايكل والالكترون ترانسبورت تشين، تمام، بتاعت الريسبيراتوري تشين، تمام، الفوليت عشان امينو اسيد والنيوكليك اسيد ميتابوليزم، البيوتين عشان الفاتي اسيد والايه الفاتي اسيد، تمام، والامينو اسيد، الفيتامين سي عشان الكولاجين، عشان ايه الكولاجين مهم جدا عشان الكولاجين والكابيلاري سبورت، تمام، مهم للكارنيتين بتاع الفاتي اسيد ميتابوليزم، ومهم للنور ايمينفرين ريليس سنسس، تمام. ماشي، السورس اي حاجه، الخضار، الفاكهه، الكبده، اللحمه، تمام، والدوز نحفظها عشان ام سي كيو لو حد عايز يحفظ. ماشي، التريس اليمنت، التريس اليمنت عندنا مين؟ التريس اليمنت اللي هي ليه؟ المينرال، المينرال المغنيسيوم مهم للايه؟ للعظم والاسنان، العظم باللي حواليه، العظم بالعضلات بالاعصاب،
الايرون مهم للهيموجلوبين، لان الهيموجلوبين عباره عن هيم وجلوبين، والهيم عباره عن ايرون وبروتوغلوفرين، تمام؟ فالايرون مهم في الهيموجلوبين والمايوجلوبين بتاع العضلات، ومهم للانزيمز الكروم سي والكتاليز انزيم، الزنك مهم للاربيسيز كربونيك انهيدريز انزيم، مهم للكربوكسي بيبتيديز، ومهم للبروتين تصنيع بروتين وتصنيع ار ان اي، تمام؟ الكوبر مهم للاربيسيز فورميشن والهيموجلوبين فورميشن، مهم لامتصاص الايرون، الفلورين مهم للسنان، مهم للسنان، تمام؟ ماشي. وبرضه ممكن نقول اي حاجه، الليفر، الكبده، اللحمه، البيض، اي حاجه، تمام؟ ماشي. عندنا الكروميوم، الكروميوم ده مهم للانسولين اكشن، بيساعد الانسولين. الايودين مهم للايه؟ تصنيع الثيروكسين، تمام؟ السيلينيوم مهم للجلوتاثيون بيروكسيل، فبالتالي لو قال ممكن يحصل ايه؟ ممكن يحصل اوكسيداتيف ستريس داخل البيشنت في الجي 6 في دي، ماشي؟ الكوبالت مهم بيخش في تصنيع مين؟ البي 12، البي 12. المنجنيز مهم للعظم والغضاريف، تمام؟ ماشي. بالنسبه لي المينرال ريكوايرمنت، المينرال ريكوايرمنت عندنا الكالسيوم موجود فين؟ موجود في، احنا قلنا موجود في الجبنه واللبن، تمام؟ الفانكشن قال لك الفانكشن بتاعته، الفانكشن بتاعه مهم العظم اللي حواليه، العظم اللي حواليه، العظم بالمصر بالنرف بالبلط، ما هو العظم حواليه مصر وبيجي لها نرف سبلاي، بيجي لها بلوت سبلاي، مهم الايه؟ الكارديو عشان الكونتراكشن، تمام؟ طيب لما يجي يعمل ايه؟ ريكت يعمل تتني، تتني بس الايونايز جسم، تمام؟ الجري تيز اللي احنا قلنا تيز عباره عن ايه؟ عباره عن سوفت موجوده في السوكت بتاعها، مستنيه يحصل لها تفكيش عشان يحصل لها ايربشن، تمام؟ الايرون احنا قلنا موجود في الكبده واللحمه، الحاجات دي مهم للهيموجلوبين، عشان الهيموجلوبين عباره عن هيمو هيموجلوبين، والهيم عباره عن ايرون وبروتوفرين، فمهم للهيموجلوبين بتاع العضلات، مهم للانزيم زي السيتوكروم والكتاليز. طيب لو ما ايه اللي بيعمل ايرون ديفيشنس انيميا؟ وده من ضمن الحاجات برضو ان الطفل بياخدها في اخر 3 شهور من الحمل. طيب المغنيسيوم، المغنيسيوم برضه في الكبده واللحمه والبيض والحاجات دي، مهم للبون والتيس، مهم للبرس هرمون سكريشن، تمام؟ لما ايه اللي بيعمل تتني؟ احنا قلنا الادينيرف هنشرحها بالتفصيل بعد كده، التتني الادينيرف في عندنا شانل بيخش فيها صوديوم، وفي عندنا بيتنافس معاه كالسيوم وبيتنافس معاه مغنيسيوم، لو قل الايونايز كالسيوم، لو قل المغنيسيوم، الحاجات اللي كانت بتعمل كومبيتيشن مع الصوديوم مش موجوده، فالصوديوم يخش بكثره فيحصل دي بودرايزيشن، فيحصل اريتيشن واكسايتابيلتي. الفوسفورس موجود برضه في اللبن والكبده والحاجات دي، تمام؟ مهم للبون والتيس، مهم للمصل، اهم حاجه عشان الاي تي دي، الاي تي دي عباره عن ادينوزين تراي فوسفيت، تمام؟ مهم للميتابوليزم بتاع الكربوهيدرات. لما ايه اللي بيعمل فات؟ احنا لما ايه اللي قصدي بيعمل ريكتس؟ انا ريكتس هي ديفكت في المينراليزيشن، المينراليزيشن عباره عن كالسيوم وفوسفيت مش كالسيوم بس. ماشي. الفيتامين بتاعتنا احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن ووتر سولوبل، عباره عن فات سولوبل، الووتر سولوبل البي والسي، البي والسي، الفات سولوبل عباره عن اديك. طيب معلومه كده، دلوقتي لو حصل توكسيسيتي، لو حصل طبعا اولا الديفيشنسي هيحصل في المرتين. طب التوكسيسيتي بتحصل اكتر في الفات ولا في الووتر؟ لا في الفات. ليه؟ الوتر حصل، لو حتى لو حصل توكسيسيتي في الوتر، لو حصل توكسيسيتي يعني لو زاد عن الحد يعني هينزل في الوتر لانه ووتر سولوبل، اما فات سولوبل هيتحشر لانه فات سولوبل، ماشي؟ ماشي. طيب البي 1 انا عايز اعرف الديفيشنسي، الديفيشنسي لما بتحصل لما بتحصل بالشخص ده ايه المانيفستيشن اللي تظهر عليه، تمام؟ البي 1 بنسميه صيامين، البي 2 بنسميه رايبوبلازين النيكوتينيك اسيد، والبي 6 الاسم الثاني البايرودوكسين، والفيتامين سي الاسم الثاني الاسكوربيك اسيد، ماشي؟ البي 1 ازاي بيحصل الافشنسي؟ حاجه اسمها البريبري، نوعين، يا اما ويتي يا اما ضرايب، يا اما ويتي يا اما ضرايب، تمام؟ ماشي. لو الطفل بيرضع طبيعي، بيرضع طبيعي، لازم ياخد سبلمنتيشن، لو ما خدش سبلمنتيشن مع اللبن هيحصل عنده بي 1 ديفشنسي، بي 1 ديفشنسي. او لو طفل كبير مش بيرضع، طفل كبير ولكن مش بياكل في الاكل بتاعه بي 1، احنا قلنا بي 1 موجود في الكبده في الكبده والحاجات دي والليجمز الحبوب والحاجات دي، تمام؟ البي 2، البي 2 لما بيقل بيحصل ان حاجه اسمها ديفشنسي اوف رايبوفلافين، رايبوفلافين لوحدها مش بتظهر قوي، هي بتظهر كاسوشيشن مع امراض ثانيه زي مين؟ زي الكوشيكور ومرض مصر، تمام؟ لان الكوشيكور احنا قلنا بيقل بروتين وبيقل الفيتامين، والمرض مصر كمان بيقل بروتين والكربوهيدرات والفات والفيتامين، يبقى الفيتامين هي اسوشيشن مع حاجه ثانيه زي مين؟ زي البي بي ام، البروتين انرجي مان نيوتريشن، الكوشيكور والمرض مصر. النيكوتينيك اسيد مهم هو بيصنع من حاجه اسمها التريبتوفان، تمام؟ لما بيقل بيعمل حاجه اسمها بلاجرا، البلاجرا عباره عن 3 دي، درماتيتس، دمنشيا، ودايريا، واكديموديس، تمام؟ لازم الاكل اللي ناكله، لازم الاكل اللي ناكله لازم يكون فيه تركوفان، ماشي؟ او لو حصل، لو انا معتمد اكتر، لو انا معتمد على اكل ما فيش تركوفان ممكن يحصل ايه؟ النيكوتينيك اسيد ديفيشنسي، ماشي؟ الدراجز، في ادويه ممكن تعمل بلاجرا، واي ان اتش دواء من ادويه التي بي، ماشي؟ بانتاجونيزم مع الميتابوليزم بتاع النيوسين، حاجه اسمها الهارتنر ديزيز، الهارتنر ديزيز بيبقى حاجه زي كونجنتال ديفكت كده او ميوتيشن، يحصل امينو اسيد ترانسبورت ديفكت، الامينو اسيد المفروض ايه بتتنقل، يحصل لها ميتابوليزم
ان في مشكله في التشانلز اللي بتقرا مين اللي بتنقل الامينو اسيد، في مشكله في الامينو اسيد ترانسبورت. تمام، طيب بيحصل ايه؟ اتاكسيا. البي 6، البي 6 ده بيصنع حاجه اسمها الجابا، الجابا اسمه جاما امينو بيوتريك اسيد، ده من ضمن الانهبيتوري كيميكال ترانسميتر. المخ عندنا في حاجات بتعمل اكسايتيشن، بتعمل اثاره، وحاجات بتثبط الاشاره دي اسمها انهبيتوري كيميكال ترانسميتر. الجابا هو انهبيتوري كيميكال ترانسميتر. لما الجابا يقل انغاب القط لعب الحوار، لما الانهبيشن يقل فالاكسايتيشن يزيد فيحصل كونفالجن، فيحصل ايه؟ كونفالجن. تمام ماشي. طيب في ادويه ممكن تعملها زي الاي ان اتش وهيدرازين، ممكن يقلل مين؟ يقلل البي 6. ماشي. فيتامين سي لما بيقل بنعمل حاجه اسمها الاسكيرفي او الاسقربوت، او الاسقربوت. تمام، الفيتامين سي موجود في اللبن، بس للاسف لما نيجي نغلي اللبن بيتكسر. تمام، وهو موجود اكتر في اللبن الام. ماشي. اول حاجه البي 1، احنا اللي بيحصل ايه؟ البيري بيري، البيري بيري. تمام، طيب يبقى الايه دي كده البي 1، ادي البي 1 دي كده البي 1 او البيري بيري. على مستوى الكارديو يعمل كارديوميوباثي، يعمل ايه؟ كارديوميوباثي. على مستوى النيو يعمل بريفرال نيوروباثي، والفود روم يعمل حاجه اسمها البرنكس، البرنكس كروستافور سندروم. لما كان بيجينا عيان كوما كنا بنديله كوما كوكتيل من ضمنها الثيامين. تمام، من ضمنها الثيامين عشان يفوقه من الكروستافور سندروم او البرنكس نيوروباثي. لو بياخد مثلا الكحول، ان الكحول بيقلل الفيتامين بي 1. تمام، طب الاكوني يحصل هوسنس وبويز، يحصل اكونيا نتيجه للرينجر انفولفمنت، هتلاقي بالشكل ده كده. عندي كده البيريبري، البيريبري هلاقي من نوع الويت والدراي، مش عارف يتكلم، كونفيوجن، ريست دروب وفود دروب. تمام، ماشي. في ويكنس، في ويكنس، في تنجلنج ونمنس. تمام، التندر ريفلكس ممكن تبقى تفقد ريفلكسيا. ماشي. بالنسبه لي بالنسبه لي ايه البي 2، بالنسبه للبي 2، البي 2 يعني بيحصل حاجه اسمها الاورو اوكيولا اوكيولوجينيتال، يعني بيضرب الماوس، بيضرب الاي، بيضرب الجينيتال. السكين بيعمل، السكين بيعمل ايه؟ بيعمل سيبيرويد دوماتايتس. الماوس بيعمل انجلر ستوماتايتس، انفلاميشن حوالين البوق كده، انفلاميشن في اللسان، بوليسايتس، يبقى ستوماتايتس وكيلايتس، يبقى انفلاميشن في الماوس، وانفلاميشن في الانجل اوف ماوس، وانفلاميشن في الطنج، وانفلاميشن في الاي. ماشي بالشكل ده كده. يبقى ادي البوليسايتس، ادي البوليسايتس، وادي الانجلر ستوماتايتس. تمام، والكيلايتس. ماشي. طيب عندنا البلاجر، البلاجر احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن دايريه. دي بلاجر، دي كده البلاجر. البلاجر عباره عن ايه؟ عباره عن دايريه. اول حاجه بيعمل جي ادرينال ديستربنس وريد سوولينج تانك، يحصل ايه؟ دايريه. اول دي هم ثلاثه، دي دايريه والدرماتيتس التهاب في الجلد. تمام، ابو اللايت اكسبوجر، الفلاحين بيبقوا لابسين ايه؟ الجلابيه، الجلابيه اللي هي ايه؟ صدرها مفتوح، فصدرهم بيبقى باين. تمام، ودراعاتهم بتبقى باينه، فاللي بيظهر اكتر في حسابين الجراثيمه والهايبر بيجمنتيشن والحاجات دي، بيحصل اكتر في مناطق اللي هي اكسبوز للصن، للصن ريز. تمام، بيحصل كمان ديمنشيا. تمام، ممكن بعد كده ديس، يموت. ماشي ماشي. يبقى كده ادي كده، ادي الدرماتايتس، ادي كده ايه؟ دي بلاجر، ادي الدرماتايتس بالشكل ده كده، اصلا اكسبوز دي كده الحته اللي بتبقى باينه من الجلابيه، باينه من الجلابيه. تمام، دي كده بتبقى باينه من الجلابيه، وايد بتبقى باينه، مشمر ايده والحته اللي باينه. تمام، فدي اكتر حاجه، اكتر من مكان بيحصل فيه اوريثيما وهايبر بيجمنتيشن. طيب على مستوى بي 6، احنا قلنا بي 6 ده بيصنع الجابه، بيصنع الجابه. تمام، فبيعمل لي ايه؟ كونفرجن. بي 6 لما يقل يعمل ايه؟ هيقل الجابه، فيعمل ايه؟ كونفرجن، يعمل ايه؟ كونفرجن وبريفرال نيوروبيثي، ويعمل انيميا من نوع المايكروسيتيك. ماشي. طيب السكيرفي اللي هو الايه؟ ديكريز، ديكريز الفيتامين سي، ديكريز ايه؟ الفيتامين سي لما يقل، لما يقل يعمل انجلر ديفورمتي، بيعمل حاجه اسمها اسكوربيتيك روزاليز. كان اسكوربيتيك روزاليز دي كانت بتخش الديفرنشال ديجنوزز مع الراشيتيك روزاليز. الراشيتيك روزاليز دي كانت عباره عن ايه؟ كان الكالسيوم لما يقل يعمل اوفر كارتج روتيشن، فالكوستال كارتج يحصل فيها ايه؟ روتيشن، فتبص لبره كده، فتديني حاجه اسمها الراشيتيك روزاليز. هو زي يبقى صدره محبب من بره. تمام، دي كده بتبقى اسكوربيتيك روزاليز، بتبقى بتحصل في فيتامين سي، بتبقى شبه الراشيتيك روزاليز ولكن مختلفه، لان الكالسيوم بيبقى نورمال، الكالسيوم بيبقى نورمال. هنا المميز فيها بتبقى تندر، بتبقى ايه؟ بتبقى تندر، ولو ضغطت عليها ممكن يحصل بليدنج. تمام، ممكن يحصل ايه؟ بليدنج. ماشي، ممكن يحصل كمان صب الاوستر هيمورج، صب الاوستر هيمورج، وديلاي وند هيلينج. الوند هيلينج ليه؟ لان احنا فيتامين سي كان بيخش في تصنيع الكولاجين فايبر، والكولاجين فايبر كان بيخش في تصنيع الكابيلا يقول. تمام، فالكابيلا يقول هيحصل، مش هيحصل في سبورت، فيحصل ايه؟ هتفرقع وتطلع البلط، هتعمل ايه؟ بليدنج. ماشي، يبقى فرق ازاي بين السكوبايتك والراشيتك؟ في الريكتس يعني الروزاليز اللي موجوده في السكوبي والروزاليز اللي موجوده في الريكتس، هنا تبقى تندر، ممكن يحصل في مورج. تمام، دي كده ايه اللي بيحصل؟ جام هايبرتري، جام هايبرتري، دي سكيربي، دي كده ايه؟ سكيربي، جام هايبرتري. واسنانه تبقى تقع، اسنانه ايه؟ بتقع، لان ما يحصل جام هايبرتري. والجام هايبرتري هي مش سبيسيفيك على السكيربي، ممكن يحصل كمان في حاله الاي ام ال، الاي ام ال اللوكيميا، اللوكيميا اما 5 واما 4. تمام، ممكن يحصل في الفينيتونين، لو واحد بياخد فينيتونين انتي ايبيليبتيك يحصل له برضه ايه؟ يحصل له الجام هايبرتري.
ممكن يحصل حاله ديسكيربي، ممكن يحصل برضه حاله ثنائيه الاميلوكوزس. تمام. طيب البي 2، البي 12، البي 12، البي 12 لما يقل يعني ايه؟ انيميا من النوع ماكروسيتيك، شرحناها بالتفصيل في فيديو واحده. الميجالوبلاستيك انيميا، الميجالوبلاستيك انيميا يحصل بريفرال نيوروباثي، بيعمل حاجه اسمها سب اكيوت كومبايند ديشمريشن، بيضرب الدورزا كولن، بيضرب الديب سنسيشن، بيضرب البيراميدال تراكت. تمام ماشي. بيضرب اللاترال كولن كمان. ماشي. ماشي. الفوليت لما يقل بيعمل انيميا من نوع ماكروسيتيك اللي هو الفوليك اسيد ديفيشنسي. ماشي. لا من ضمن الادويه اللي بتعمل الفوليك اسيد ديفيشنسي اللي هو ايه؟ الميثوتريكسيت والسلفيم تريكسيزون، اي حاجه فيها سلفه، اي حاجه فيها سلفه بتنتفير مع الفوليك ميتابوليزم، فتعمل الفوليك اسيد ديفيشنسي، فتعمل ميجالوباسيك انمي. البيوتين لما بيقل، لما بيقل يعمل ايه؟ الوبيشيا، درماتيتس، هايبوتونيا، ديس. ماشي. بالنسبه لي التريس اليمنت مينرال، المغنيسيوم لما يقل يعمل ايه؟ قلنا كان بيتنافس مع الصوديوم في دخوله في النيرف، فبالتالي لما المغنيسيوم يقل الصوديوم يعرف يخش بسرعه، يحصل ايه؟ تيتاني. ماشي. ممكن يحصل هيبوكالسيميا. ماشي. الايرون لما بيقل يعني انيميا من نوع مايكروسيتيك هايبوكرونيك، ممكن يعمل بايكا. بايكا يعني ايه؟ يعني بياكل اي حاجه، ممكن ياكل حته بلاستيك، ياكل تراب، ياكل زباله، ياكل اي حاجه. بايكا حاجه سيكولوجيكال يعني، الطفل يبدا ياكل اي حاجه، ياكل طين. ماشي. طيب الزنك، الزنك بيقلل الجروث، لما يقل بيقلل الجروث، يقلل الارباحيه، بيأثر على التيست، بيعمل انيميا. تمام. بيعمل هيباتوس بيدين وميجالي، هيبتدي بوزيشن مثلا. البايكا يبدا ياكل اي حاجه. الكبر يعمل انيميا. ماشي. يعمل اوستيوبروزس. ماشي. يعمل اتاكسيا، يعمل بيتالايجو، يعمل ايه؟ الهايبوبروتينيميا. الفلورين اهم حاجه دي مهمه للام سي كيو، الفلورين يعمل ايه؟ يعمل دنتال كيرز، يعمل دنتال كيرز، تسوس في السنان. ماشي. قلنا الفلورين مهم جدا للاسنان، لما يقل يعمل ايه؟ تسوس سنان. ماشي. الكروميوم، الكروميوم لما يقل السي شبه الجي، يبقى كروميوم جلوكوز انتوبانس. ماشي. كمان يحصل ويت جين، ويحصل نيروبثي، وبروتين انرجي مال نيوتريشن هو الايه؟ كراش هرمونز. الايودين كان مهم لتصنيع الثيروكسين، فممكن يعمل جويتر وممكن يعمل ميكسيدين. الايودين السيلينيوم لما بيقل بيعمل كارديو نيوروبثي، هما نوعين الموجود في الصين وسيبيريا. ماشي. طبعا التريتمنت اديله حاجه ناقص، اديله حاجه ناقص، اديله مغنيسيوم، اديله ايرون، اديله حاجه ناقص. ماشي. بالنسبه لي الفات سولوبل فيتامين دي هنشرحها بالتفصيل في فيديو واحده، ولكن هنا جاست فور. طب احنا هنشرح ايه بالتفصيل في فيديو واحده. طب التوكسيسيتي، احنا التوكسيسيتي بتحصل اكتر في حاله مين؟ الفات سولوبل فيتامين. تمام. الفات سولوبل فيتامين. ماشي. طيب الفيتامين ايه اللي اسمه الريتينول؟ الريتينول لما بيزيد، لما بيزيد اكتر من 50، من 50 من 10 في 3 مايكرو داي. تمام. يعمل ايه؟ الجلد بيصفر، الشعر بيقع. تمام. بيحصل الالسر في التنج، بيعمل انوريكسيا. تمام. انكريس انتراكتيرينال تنشن، انتراكتيرينال تنشن. ممكن يحصل كمان الصبي اوسال هيموج، ممكن يحصل البلج اوف التنل، باب الليجونه، الفوميتنج. ماشي. طب فيتامين دي لما، فيتامين دي لما بيزيد، هناخد تفصيل لوحده في فيديو، في فيديو لوحده هنقول بيحصل بس ايه يعني ايه؟ فول انيوميشن اكتر، ممكن يحصل يبدا، ممكن يحصل كونستبيشن، ممكن يحصل الكالسيوم يبدا يترسب يروح على الكليه، يعمل يعمل ايه؟ استون، يعمل نيكروكالسيموزيس، يعمل جي تي اي، يعمل بوليوريا، يشيل ميه وهو نازل، يعمل رينا فيليا. هناخدها بالتفصيل لوحدها. هايبر تنشن بيترسب في الوول بتاع الدراتيسل، يعمل ممكن يعمل، ممكن يعمل ستيموزيس على الاورطه، ممكن يعمل هايبر تنشن. ماشي. فيتامين اي لما بيقل، لما بيعمل ايه؟ فيتامين اي لما بيزيد قصدي بيعمل ويكنس، بيعمل دايريا ليني. وفيتامين كي لما بيزيد يعمل نيوريتاجومس، لان هو يعتبر ستريس عن على الاربسيس، ممكن يعمل تكسير الاربسيس ويعمل هيموليتيك انيميا. ماشي. هيموليتيك انيميا هيموليتيك ايه؟ جونس. ماشي. بالنسبه لي الفيتامين الوتاسيوم فيتامين المايس لما بيزيد هو شبه الحساسيه، يعني بيطلع هيستامين. طبعا مين هيستامين؟ يحصل السر، ازمه، فلاشنج، اتشنج، يبدا يخرج سبب مش شبه حساسيه، ممكن يعمل جوت. ماشي. طيب الفيتامين بي 6 لما بيزيد يعمل بولي نيوروسي، يعمل حاجه اسمها ايه؟ فيتو نيونيتال ديبندنسي، ممكن يخش في البلجر. الفيتامين سي لما بيزيد يبدا يترسب، يطلع يزود الاكسجين، يزود اليوريك اسيد، الكوزوريا، فيعمل ايه؟ يعمل ستون، يبدا يترسب ويعمل ستون. تمام. ممكن ايه؟ يبقى ستريس على الار بي سي، يعمل حاجه اسمها جي 6 بي، يبدا الار بي سي تتكسر. ماشي. ممكن يحصل سكوربي، تبقى فولس بوزيتيف في حاله الكوزوريا، وفولس نيجاتيف في حاله الهيماتوكيزيا. تمام. ماشي. الايرون لما بيزيد، لو احنا مثلا لو طفل بيتعالج بيبيتي بلاد ترانسفيوشن، يحصل ايه؟ الايرون بيزيد عنده، الايرون يبدا يترسب عنده، يحصل حاجه اسمها الهيماتوماتوزس والهيموسيبوزس. ممكن يحصل ايه؟ البان هايبرتوريزم، يحصل برونز سكين، برونز دايبيتس، نتيجه ترسب ايه؟ ترسب الحديد. ماشي. ماشي. الكبر ممكن يعمل سيروزس، السي فور سيروزس، السي فور سيروزس. الفلورين ممكن يعمل تيز موكلينج، تيز ايه؟ موكلينج. انا بسميها الفلوروزس بالشكل ده كده.